إذا قيل ما هي الفوائد المتعلقة بالتوحيد من قوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، فقل ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت هذه الآية عمم وخصص، فدعا قريشا فقال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. دعا صفية عمته والعباس عمه وفاطمة ابنته لا أغني عنكم من الله شيئا اشتروا أنفسكم، فإذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك من الأمر شيئا لأحب الناس إليه، فكيف يدعى من دون الله كما تفعله الصوفية وغيرهم من الرافضة وغيرهم من هؤلاء المبتدعة؟ فكيف يدعى من دون الله؟ كيف يستغاث به صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما ظنكم بمن هو دونه صلوات ربي وسلامه عليه؟